سلام، بهذا الفيديو رح نتعرف كيف نقدر نحن نعمل resizing للإيمجز إذا كنا عم نستخدم ويندوز موفي ميكر. ببعض الأحيان الصور يلي عم نستخدمه بقلب الويندوز موفي ميكر، فرضا نحن عم نستخدم هيدي الصورة وهيدي الصورة، إذا كنا نحن عم نستخدم البروجكت تبعنا بدايمنشنز تكون هي 16:9، إذا منلاحظ نحن بالبريفيو تبعنا، خلينا نشيل الكابشن، إذا بنلاحظ بالبريفيو تبعنا حتطلع الصورة بهيدا الشكل. نحن بدنا الصورة تكون على، بدنا إياها تكون على امتداد الشاشة. لحتى نقدر نحضر نظبط هيدا الشيء فينا نحن نلغي هالصورتين ونفتح الصور من برنامج البينت. هيدي الصورة الموجودة هون بفتحها أنا من برنامج البينت الموجود عندي على الكمبيوتر. من بعد ما نفتحها بالبينت فينا نفوت على الريسايز. أول شغلة بعملها هي مينتين اسبكت ريشيو، بطفيها. من بعد ما طفيتها بختار بيكسلز، وبالبيكسلز بختار انا الريشيو اللي لازم تكون 1600 ب 900، يعني اللي هي 16:9. عملت اوكي، ومن بعدها انا بعمل فايل سيف از، وبسيفه از اي بي ان جي فايل، وبعطيه اسم جديد اللي هي مثلا اس تي يو 16:9. يس، هو عم بيقول لي هون على ترانسبيرنسي. اوكي، من بعد ما سيفناها اذا بيجي انا بدخل بجيب الصوره 16:9، بعمل open، لاحظتوا صارت على كل الشاشة. تقريبا هذا كان كل شيء. يعطيكم ألف عافية.